أكد صائب عراقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتحمل مسؤولية التصعيد الأخير في القدس والضفة الغربية جراء طرحها لما يعرف بصفقة القرن. جاء ذلك بعد أن عزى مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر مسؤولية التصعيد إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال عراقات وفق ما نقلته وكالة وفا الفلسطينية للأنباء أن من طرح خطط لشرعنة الاحتلال والأبرتهايد والاستيطان يتحمل المسؤولية الكاملة لأعمال العنف والتطرف.